شو هي الدولة الفيدرالية؟ الفيدرالية هي شكل من أشكال الحكم، بتكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية أو اتحادية ووحدات حكومية أصغر، خلونا نسميهن المحافظات، بحيث بتكون الحكومة المركزية والمحافظات معتمد أحدهما على الآخر وبيتقاسموا السيادة بالدولة، وبتكون هالمحافظات بمثابة وحدات دستورية لكل منا نظامها الأساسي يلي بيحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وبيكون وضع الحكم الذاتي للمحافظة منصوص عليه بدستور الدولة، بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية. ومن الدول الفيدرالية العراق والسودان والإمارات وماليزيا وباكستان وسويسرا وأستراليا. التمييز بين الدولة الفيدرالية والدولة الأحادية مانو أمر بسيط، لأنه الدولة الأحادية تشبه الفيدرالية من البنية الإدارية، لكن مدى استقلال المحافظات بالدولة الفيدرالية بيكون أكبر ومرسخ بالدستور مثل ما ذكرنا. والفيدرالية بشكل عام بتوفر نظام دستوري قوي بتستند عليه التعددية الديمقراطية، ويلي بدورها بتعزز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري، وهذا الشيء بيمكنها من الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق. وعادة العمليات القانونية لصنع القرار بالأنظمة الفيدرالية بتحد من سرعة الحكومة على التصرف. بمحلات كتيرة الفيدرالية ممكن تساعد على تأمين الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنه المحافظات الصغيرة بتمكن الأفراد من الاشتراك بشكل مباشر بحكومة مركزية ومصغرة. قدرة النظام الفيدرالي على حماية الحريات المدنية ما زالت محل جدل، لأنه غالباً ما بيكون في خلط بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. فبأستراليا على سبيل المثال، سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة بيعود لتدخل السلطات المركزية لحماية حقوق الأقليات، وهو ما استدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود اللي بتحطها المرجعية القضائية وبين الفيدرالية نفسها. وببعض الولايات الأمريكية تاريخ مظلم بمجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الأخرى من ناحية، ومن ناحية تانية وفرت القوانين والدساتير ببعض الولايات الأخرى حماية لمثل هاي المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد بنصوص الدستور الأمريكي أو لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له. ومن الملامح الأساسية للفيدرالية توزيع السلطات، والنتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل بعدم قدرة أي من الحكومتين المركزية والمحافظات على ممارسة نفس القدر من السلطة اللي كانت تمارسه بظل الدولة الموحدة غير الفيدرالية. الدستور بالنظام الفيدرالي هو السلطة العليا اللي بتستقي منها الدولة سلطاتها، وأهم شيء فيها هو ضرورة وجود قضاء مستقل لأبطال أي قانون لا يتماشى مع الدستور، والشرعية هي اللي بتعيق الفيدرالية. لهيك لازم يكون الدستور صارم وغير فضفاض، ولازم تكون القوانين الواردة بالدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من سلطات أعلى أو هيئات تشريعية. عادة بتكون الفيدرالية خيار ملائم للبلدان الكبيرة واللي فيها غنى واختلاف بالموارد المحلية، مثل ما هي الحال بأستراليا وروسيا والولايات المتحدة. بس بالمقابل في بلدان تانية صارت فيها فيدراليات تحت حكم الأمر الواقع، مثل إسبانيا والصين. وبالنتيجة الأساس دائماً هو الدستور واستقلال السلطة القضائية والمواطنة، لأنه المفتاح الدولة الناجحة بغض النظر إذا كانت اتحادية أو فيدرالية.